النبوي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أساس المسجد من الحجارة السوداء والباقي من الطين أو الطوب الأحمر. طول المسجد النبوي 35 متر وعرضه 30 مترا، وله 3 أبواب: باب جبريل وباب الرحمة والباب الشمالي. هذه جهة الجنوب، جهة القبلة. من جهة القبلة وضعوا جذوع النخل وصفوا فوقها حصير النخل لكي يستظلوا بظلها من حر الشمس أثناء صلاة الظهر والعصر. وهنا تركوا قسم صغير لأهل الصفة، فقراء المسلمين. أهل الصفة هم شباب الصحابة، ليس لديهم أموال ولا بيوت، كانوا يسكنون داخل المسجد النبوي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معهم كثيرا، فكانوا أكثر رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه. هنا بنيت حجرتين لسيدة عائشة رضي الله عنها وسودة رضي الله عنهما.